ألو، أيوة، أب وأم اتقتلوا، طفل صغير، يعني إيه؟ جن وعفاريت؟ أنا جاي حالا. أداة الجريمة سكينة حادة، المجرم استخدمها في قتل الضحيتين. بص كده من النقطة دي على آثار الدم. اتسحلت وتجرت المسافة دي. ازاي الطفل يقدر يعمل كل ده؟ طب والكلام اللي الناس والجيران بيقولوه؟ ايه يا فخر، انت هتصدق الخرافات دي؟ ده مجرم، وواضح جدا انه بيحاول يلبس الجريمة في العيل الصغير. انت لازم تشوف الولد، ممكن تغير رأيك. جن. احكيلي اخر مره كلمتي المرحوم ومراته كانت امتى؟ انا دايما بتكلم مع مسعود اخوي، كلمته قبل المصيبه ما تحصل بيوم، كان بيشتكي من اياد. كان بيشتكي الشكوى الطبيعيه عن شقاوه الاطفال؟ لا، كان بيقول ان تصرفات اياد حبيبي غريبه وانه عايز يوديه الدكتور. تصرفات غريبه زي ايه يعني؟ زي انه الولد بيصحى بالليل كتير، يفضل قاعد برا الاوضه، وكل ما يدخلوا ينام يرجع تاني يقف قدام اوضتهم، واوقات بيسمعوه بيتكلم بلغه غريبه. هما يا حبه قلبي كانوا خايفين ومرعوبين عليه. كان في حد بيزورهم؟ صحاب او اهل او معارف؟ لا، هما منعزلين بنفسهم ومحدش من اهلهم، وبالاخص اهل مراته بيسال. ليه؟ اصلهم من عيله كبيره قوي، وما كانوش موافقين على جوازه بنتهم، فغضبوا عليها ومحدش بقى بيسأل عليهم إلا عمها، كان من فترة بيكلمها، بس هما كانوا مخبيين وبيداروا أي كلام في القصة، ومسعود كان بيحاول ما يتكلمش عن الموضوع ده. شكرا يا هناء، وقلبي عندك، لكن ما يقوله الجيران أن هناك قوة مخيفة غريبة عجيبة قامت بقتل الزوجين. انتظرونا للمزيد. كانت معكم تاليا يونس من قناة الجريمة اليوم. عمو ازيك؟ انا مستنيك من بدري على فكرة. اياد، احكيلي انت عامل ايه في المدرسة؟ ما بحبهاش، مملة ودمها تقيل، والعيال هناك بتضربني وانا مش بعمل لهم حاجة والله. طب قولي عليهم عشان نقبض عليهم ونعاقبهم. انت بتهزر اكيد، انت عاوز تقبض على اطفال صغيرة؟ اي حد بيعمل حاجة غلط لازم يتعاقب عليها، حتى لو طفل صغير. ايه ده؟ يعني هتعاقبوني؟ ليه هنعاقبك؟ عشان قتلت بابا وماما. عمو معلش، ممكن تجيب لي الطيارة من فوق المكتب؟ انت تعرف عمو ادهم؟ ايوه عارفه، هو اتكلم معاك؟ جالي المدرسه كم مره، بس قال لي ما اقولش لماما ولا لبابا. ولما قعد معاك كان بيقول لك ايه؟ لا مش هقولك. ليه؟
عشان هو بيقول لي ما اقولكش. مين هو؟ انت لسه ما عرفتوش؟ تقصد عمك ادهم؟ لا ده انت مغفل خالص. عمو ادهم قال لي اني هعيش معاه قريب وهيبقى معايا على طول. وقال لك ايه تاني؟ قال لي ان بابا وماما دول مش بابا وماما الحقيقيين، وانا صدقته وقال لي انه هيجي ياخدني، واستنيته لحد ما جه وخلاص هعيش معاه بقى. يعني عمك ادهم كان عندكم امبارح؟ ايوه، وفضل قاعد معايا طول الليل ولعبنا لعبه عسكر وحرامي، وانا خبيت نفسي طول الليل وما كانش عارف يعرف مكاني خالص.